مرحبا، يعطيكم العافية مرة ثانية. رجعنا لكم في ما لا تعرفوا عن كندا. ألف ألف مبروك لفريق الرابترز اللي هو أول فريق كندي في تاريخ الـ NBA بحصل على بطولة الباسكتبول تبعت الـ NBA في تاريخها، وهي أول مرة لفريق خارج الولايات المتحدة بحصل على هاي البطولة. طبعا كانت المباراة الأخيرة شيقة جدا، لعبوا 6 مباريات، الرابترز فاز 4-2. ححط لكم الآن تشوفوا آخر 10 ثواني من هاي المباراة. التاريخ وتفوز بأول بطولة للـ NBA، فريق الرابترز تورونتو يفوز لأول مرة. مبروك لفريق تورونتو. نحلل معكم الموضوع قريبا إن شاء الله، نراكم. رجعنا لكم الآن، بدنا نحكي لكم شوية ليش جايبين هذا الموضوع، سيرة الرابترز والباسكتبول. اللي حاب تعرفوه إنه الباسكتبول تم اختراع هذه اللعبة من قبل مدرس رياضة كندي اسمه جيمس نيسميث، وهو أصلا من منطقة ألمونت اللي هي جنب أوتوا، حوالي نص ساعة عن أوتوا. عمل هاي المباراة لما كان يدرس في الـ YMCA، حط 13 قانون للمباراة وعلم الفريق عنده، قسمهم إلى 9-9-9. كانت هيك المباراة أول ما بدأت الكرة السلة. وللعلم إنه السلة كانت عبارة عن سلة عادية ومغلقة من تحت، بعد فترة قصوا الجزء اللي تحت وصارت تنزل الكرة، كانت بس تقع واحد يجي يطلع يشيلها، وبس جالس فوق في الأعلى يشيل هذه الكرة ونزلهم إياها. بعدين طورت وهذا، وأول مباراة انترناشونال صارت. طبعا هو اكتشفها في 1891، وأول مباراة صارت انترناشونال سنة 1909 في مدينة سان بيتربورغ بين فريق مياك سان بيتربورغ وفريق الـ YMCA الأمريكي، وخسر فيها فريق الـ YMCA الأمريكي. الباسكتبول لعبة اكتشفت من قبل شخص كندي، وعشان هيك حبينا نشارككم بهاي المعلومة. وألف مبروك لرابترز تورنتو، لكل الكنديين بهذا الفوز، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات أخرى من ما لا تعرفوا عن كندا. أعجبتكم القناة، بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.